تزرع البقوليات منذ آلاف السنين وتمثل وجبة رئيسية لبعض الدول العربية خاصة والعالم عامة، فقد كانت الحضارات القديمة في بلاد ما بين النهرين تقوم بزراعة البازلاء وتنتج الفاصوليا والعدس منذ 8000 عام قبل الميلاد. تمثل هذه المحاصيل جزءا لا يتجزأ من النظام الغذائي للإنسان، بالإضافة لكونها محصولا غنيا في تحقيق الأمن الغذائي ومكافحة سوء التغذية والتخفيف من حدة الفقر وتحسين صحة الإنسان وتعزيز الاستدامة الزراعية. فالبقوليات من أهم الأغذية التي يجب على شخص تناولها وضمها في أطعمته اليومية، وتتميز بأسعارها المعقولة مقارنة بفوائدها، بما في ذلك ما نعرفه عن البقوليات وكيف يحتفي بها العالم اليوم. للحديث أكثر حول هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وفوائدها ومضارها، يسعدنا أن نستضيف معنا فاتن أبو قبع، المستشارة الصحية والصيدلانية الكيميائية. مرحبا بك معنا. اهلا بكم. اهلا بكم. اليوم العالمي للبقوليات يعني. حياك الله. حياك الله دكتوره. بدايه زي ما يقول المثل في سوريا، اذا غاب عنك الضاني عليك بالحمصاني. يا سلام، تسبيئه. نتيجه لاهميه البقوليات في غياب حتى انها تسمى بروتين او لحم الفقراء زي صحيح. ما يقولوا يعني. منتشر عندنا في اليمن هذا المثل. صحيح. فما هي الفوائد الصحيه لتناول البقوليات يعني ودورها اساسا في النظام الغذائي والقيمه الغذائيه لها؟ جميل جدا. بداية نعرف شو هي البقوليات، جزء هذا الاسم يكون ما كتير معروف، نعرف الفول الحمص صحيح. لكن هي تندرج هذا الاسم تحت 22,000 نوع. نحن بنعرف الفول الحمص العدس الأصفر والعدس 22,000 نوع. والله احنا ما نعرفش الا ثلاثة أو سبعة. نحن نعرف سبعة بالشرق العربي أو بالشرق الأوسط، في سبعة: الفول الحمص العدس البامي البازلاء اللوبيا ترمس فول الصويا، هي كلها تندرج تحت البقوليات. سبحان الله، البقوليات تعتبر حتى الفول السوداني والكاجو يعتبر من البقوليات. هي ما بنعرف نوع من انواع المكسرات تعتبر من البقوليات. كل البقوليات تعتبر هي نوع من انواع الحبوب، لكن الحبوب ليست بقوليات. هي نقطه كثير بننتبه منها. البقوليات هي من الحبوب. الحبوب شو هي؟ الارز والقمح والشعير. اذا البقوليات تعتبر من الحبوب، ان كل شيء فيه فلقتين يعتبر هو من البقوليات او من الحبوب. فهي نقطه مشان بس نميز فيها ونعرف شو هي انواع البقوليات، نعرف شو فوائدها. ما نركز على صنف معين، والله بس الفول والحمص، لا، العدس نفس الفوائد، البازلاء نفس الفوائد، الفول الصويا او البام او اللوبيا الصغيره ابو نقطه سوداء او عين سوداء بنسميها، هي كلها تندرج تحت فوائد البقوليات. فتستحق فعلا ان يكون لها يوم عالمي. حتى بنفس الوقت سبحان الله، لما بتلاقي في سفره موجوده عليها صحن فول مدمس بالزيت بالحامض بالخضره بالبندوره او حمص المهروس، سبحان الله تكون مبعث للسعاده. فإلها شعور انه تحسن المزاج. سبحان الله، صح منظرها بيحسن المزاج. نفس الشيء لانه هي فيها ماده الليفودوبا، هذه المادة الكيميائية تحرض إفراز الدوبامين في الجهاز العصبي، فتعطي بتحسين المزاج وتقضي على حالة الاكتئاب. ففعلا منظر صحن الفول مع صحن الحمص صحن البازلاء يقضي على الاكتئاب وتحسين المزاج. عرفتني ليش متعلقة بالفاصوليا. هذا على مستوى البصر، لكن على مستوى الفوائد الداخلية هل هناك في فوائد مثلا على مستوى الفيتامينات أو الألياف أو في يعني تعطينا حين فكرة حول الموضوع؟ جميل جدا. هلا مثل أقول البقوليات هي مهمة جدا لجميع الفئات العمرية، للحامل، للمرضع، للكبار السن، للأطفال الصغار، للمراهقين اللي عندهم دنيا يبني كتلة عضلية. طيب دكتورة، لو نعتذر منش بس فنيا لأنه الصوت يبدو ما يصل للجمهور بشكل، راح نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود مشاهدين الكرام. حين يقودنا السير ونلتقي بكل شيء تجذبنا أصوات وألوان وملامح جديدة لا تفارق ذاكرتنا، نذهب فنعود إليها يوما ما، نقطع المسافات لنراها، فلا نجدها إلا في عدسات كاميراتنا الملونة. رحلة مصور نشارككم هذه اللحظات الفريدة. رحلة مصور يأتيكم في الأوقات التالية.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، عدنا إلى ضيفتنا فيما يتعلق بما كنت تتحدثي عن الفوائد والمعادن والفيتامينات التي تحتوي على البقوليات. أكملي ما كنت تقولي. جميل جدا. هلا مثل ما حكينا أهم شيء بالبقوليات إنه هي عالية بالبروتينات، فلهيك شو نقول هي تغني عن اللحوم أو الدجاج أو البروتين الحيواني. وكثير مهم للأشخاص النباتيين إنه يركزوا عليها، الأشخاص النباتيين أو حتى الأشخاص اللي خلينا نقول اللي بيكون عندهم غير متوفرة، يعني سعره بيكون معقول هذه البروتين النباتي. بالإضافة إلى البروتين نسبة عالية فيها، فيها نسبة قليلة جدا من السكريات والدهون، فهي مناسبة جدا للأشخاص اللي بيعملوا دايت، حميات غذائية لخفض الوزن، مناسبة جدا للأشخاص اللي عندهم سكر دم مرتفع، مناسبة جدا للأشخاص اللي عندهم ضغط وتوتر شرياني مرتفع أو للإصابة عنده تصلب شرياني بأمراض القلب. فهي تعتبر يعني نظام غذائي متكامل لغناها بالبروتين وغناها بالألياف وقليلة بالسكريات والدهون. بالإضافة إلى ذلك هي غنية بالكالسيوم والحديد والزنك، وأهم معادن هدول هن المهمين جدا لبناء الكتلة العضلية، لبناء يكون الإنسان جسمه صحيح. لذلك قول مهمه للاطفال، يعني اذا الطفل بيقول لك والله ابني ما بياكل كثير لحم، ما بحب الدجاج، ما بحب السمك، فركزي على البقوليات بشتى انواع مهما كانت نوعها. طيب بالنسبه ل يمكن طرق الطهي تختلف وحتى تحضيرنا للبقوليات قبل الطهي، مثلا عندنا في اليمن قبل الفاصول كنت يعني نتكلم انا وسالم قبل الفقره هذه عن الفاصوليا والفول، عندنا يطهى بشكل أنا مش فاهمة، حابة أعرف منك هذه النقطة. إحنا نحرق كثير البقوليات عندنا في اليمن ونستخدم نار عالية، فهل هذا يذهب يعني فوائدها الغذائية؟ أكيد أكيد. سبحان الله، إيش حكينا عن فوائدها وإيش هي مهمة لجميع الفئات العمرية، بنفس الوقت إلها مخاطر. سبحان الله، إلها مضادات تغذية بنسميهم، فيها مواد غذائية تعيق أن واحد الشخص يستفيد منها إذا ما تم طهيها بشكل صحيح. طيب إيش الطرق الصحيحة مثل غسلة وكذلك طهية؟ تماما. بداية أو شخنين بس أذكر شو هي المواد الضارة فيها. هي مادة تسمى الليكتين اللي هو بروتين، سبحان الله بيكون مزعج بالهضم. لذلك بنلاقي بعض الأشخاص بيقول لك أنا وقت أشوف الفول مباشرة من شكله بيصيبني نفخة. أيوة. أو بيصيبني عندي اضطرابات أو عسر هضم أو إقياء أو بيصير عنده مشاكل. هذه تكون موجودة فيه أصلا. طب تماما. مادة موجودة اللي هي بالبقوليات. سبحان الله، حتى فيها ألياف ذوابة في الماء أيضا جسمنا سبحان الله غير قادر على هضمه، وبالتالي البكتيريا النافعة الموجودة فيها تعمل على استقلابها، فتؤدي أثناء استقلابها إلى إنتاج غازات، غاز الميتان وغاز ثاني أكسيد الكربون وغاز الهيدروجين. هذا اللي بيساوي تطبل في البطن او بسبب الشخص بيقول لك انا تعبت او وقعت او ما عاد فيني حيل بعد هي الوجبه. بالاضافه لذلك في ماده هي حمض الفيتيك، هذا حمض الفيتيك موجوده، هذا بقشر البقوليات سواء كانت بالحبوب يعني بالشعير وبالقمح او كانت بالفول وبالحمص وبالعدس، موجود فقط بالقشره. فاذا ما تم طهيها وتم طبخها بطريقه صحيحه راح يعاني الشخص من هي المشاكل الموجوده فيها. طريقه الطهي الصحيحه مشان نتجنب مضادات التغذيه الموجوده بالبقوليات، اول نقطه كثير مهمه نقع 12 ساعه بماء بارد اي كان البقوليات مهما كانت، مو الجافه طبعا بنحكي عن المجففه، نقع 12 ساعه مثل ايش؟ الفول، حمص، بازليا، العدس، نقع. النقع مهم جدا. لا نقع 12 ساعه تمام، مش المعلبه اللي هي المعلبه بازل. فقط غسيل تكون مطهوه، فقط غسيل المعلبات. اما نحكي عن الجافه اللي اكثر تناولا واقل سعرا بتكون. فنقع 12 ساعه، مع كل ساعتين تغيير الماء، نرمي المي ونحط مي جديده كل ساعتين. كل ساعتين افضل بيكون تماما حتى نتخلص من حمض الفتيك ومن جميع مضادات التغذيه. فست البيت تكون موجوده فيها، يعني معلش طنجره موجوده على جنبها، وكل ساعتين ترمي المي وتحط مي جديده فيها حتى تتقي من نتخلص من مضادات التغذيه، لان جميع اللي حكيناه حمض الفتيك والليكتين والالياف لما بيصير في نقع وقت بتصير في طهيه تحتاج اقلها الى ساعتين وعلى نار هادئه، لا تحتاج الى سرعه في النار، لا تحتاج الى حرق. الحرق طبعا ايش احنا اللهبه تطلع على السقف، هذا خاطئ جدا. جميع الفيتامينات والمعادن كلها بتتكسر، فقط عم ناخذ الياف وألياف مزعجة بتكون للقولون. فنار هادية تحتاج ساعتين، أو بطنجرة الضغط تحتاج إلى نصف ساعة، وكل ما كانت مستوية أكثر على نار هادية كل هاي مضادات تغذية تخلصنا منها. وبعد طهية نتخلص من الماء تبع الماء الغلي ونغسلها أيضا، وساعتها تقدم صحية بتكون، لن تسبب أي آثار عسر الهضم أو اضطرابات هضمية، وصح أنها تكون وجبة كثير مفيدة. فيما يتعلق بالآن خلاص عملنا هذه الإجراءات والصحن جاهز بس الكمية، عملية الكمية الآن احنا ربما الكمية تختلف، بعضهم يأكل كميات كبيرة منه أو يأكل أقل، ما هي الكمية المعقولة أو الذي يجب أن ندركها لاحتياجنا من البقوليات بشكل بشتى أنواعها؟ جميل جدا. هلا في نقطة كثير مهمة، الأشخاص اللي عندهم فقر دم بدهم ينتبهوا كثير تناول البقوليات، وحتى يخبر دكتوره أو طبيبه اللي عم يتابع عنده، أنا عندي فقر دم، فبده يحدد له الكمية تماما من تناول البقوليات، لأنه إذا كانت تناول كمية كبيرة من البقوليات راح يصير في مخلب بين من الألياف الموجودة بالبقوليات مع عنصر الحديد. مخلب يعني؟ مخلب يعني معقد ويتم طرحه خارج يعني الجسم، داخل يعني مركب كيميائي يعني. داخل الجهاز يعني الهضمي يعني. تماما، بيجمعوا مع بعض مركب كيميائي وما استفاد الجسم من الحديد ويتم طرحه مع الفضلات، فالجسم ما حيستفيد من الحديد حتى لو عم ياخذ دواء فيه حديد، فما رح يستفيد منه، لانه في بعضهم ياكلوا الصباح
ياكل الظهر ياكل في الليل. هذا خطا يؤدي الى النقرس، وربما يقول لك لا انا اكلت فاصوليا بعدين اكل نوع ثاني بعدين اكل ايوه هي كلها من البقوليات. طبعا كلها بقوليات، كلها جميعها بقوليات، مره واحده في اليوم ويفضل 3 مرات في الاسبوع لا اكثر. الكميه تعود حسب الشخص، اذا كان شخص مثلا هو يعمل عامل عنده كتله عضليه اكبر، اذا كانت حامل، اذا كان طفل، فهي تحدد حسب الكتله العضليه اللي عند الشخص وحسب العمر وحسب الجنس وحسب المهنه قد ايه حاجه الشخص للبروتين. ما فينا نحددها بشكل عام، لكن بنفس الوقت 3 مرات في الاسبوع ليس اكثر، يعني كان هو بروتين نباتي كان مثل بروتين حيواني. كيف نقول اللحم فقط مره واحده في الاسبوع؟ البروتين النباتي 3 مرات في الاسبوع ليس اكثر. طيب مره واحده في اليوم. طيب دكتور، يعني في ناس حتى مع الطهي الجيد وكل حاجه يعانوا من مشاكل بسبب البقوليات، يمكن اصحاب القولون او الحساسيات. صحيح. فكيف يفعلوا في هذه الحاله؟ جميل جدا. بعض الاشخاص عندهم حساسيه من البقوليات فعلا، او عنده نقص بانزيم. هذا الانزيم وقت بيكون في نقص بالجسم فبالتالي بيصير في عندهم سوء هضم، يعني جسمه ما عم يعرف يستقلم، ما عم يعرف يهضم هذه الماده الغذائيه. فشو بنقول عندهم؟ مشروبات رائعه جدا رب العالمين اعطانا اياها بتخفف كل هالمشاكل. يعني ياكل بقوليات الى جانب هذه تمام المشروبات. لكن شو بنقول ياكل بقوليات بكميه قليله وبالتدريج، يعني أيوة. هو مثلا اذا ما هو متعود ياكل بقوليات مو مباشره ياكل صحن كبير، لا تكون كميه قليله ما يشبع نفسه لحد درجه عدم الاشباع، ويتبعه مباشره كوب من الكمون مع عصره ليمون، وهذا رائع جدا ليسحب جميع الغازات اللي بتم نتيجه الاستقلاب بتم موجوده ضمن القولون. ايضا مشروب النعناع رائع جدا، مشروب اوراق النعناع الخضراء يتم ماء مغلي، ليس يعني ماء مغلي ويتم نقعه، لا يتم غلي هذه الاوراق حتى ما تصير في تطاير لعطر المنتول، فما بصير في استفاده منه. ففقط نقع اوراق النعناع، غلي حبوب الكمون، ننتبه نقع اوراق النعناع وغلي حبوب الكمون، هذا بيكون مشروب رائع جدا للتخلص من جميع مشاكل الجهاز الهضمي بعد تناول وجبه البقوليات. جميل. ربما يعني فوائد البقوليات متعدده، ربما تتعدى حتى الانسان، تتعدى الى البيئه، ونحن الان معروفين ان القات دمر البيئه. تكلمنا عن القات مع الدكتوره نجاة، والقات يستنزف البيئه والتربه بشكل كبير. هل البقوليات ايضا تاثير ايجابي على البيئه وصحه الناس وعلى المناخ؟ هل له يعني فوائد او له يعني جانب ايجابي في هذا المجال؟ جميل جدا هذا السؤال فعلا، يعني يمكن واحد دائما بيتجنب نحن نشوف فوائد على الانسان وننسى البيئه، لانه البيئه الانسان ما راح يكون صحيح اذا كان وسط المحيط او بيئته الا اذا كانت صحيحه. زراعه البقوليات رائعه جدا حتى انه تقلل من استهلاك الانسان للمواشي. نحن نعرف عنا صار مشكله بتناول الحيوانات ومشكله بتناول هذا الشيء اللي عم يسبب لنا سرطانات كثير، عم نلاقي انتشار نسبه كبيره سرطان الثدي وانتشار كبير لسرطان البروستات عند الرجال. فتناولك للبقوليات عم تخفف احتياجك للمواشي، وبالتالي لما بتخفف احتياجك المواشي عم تخفف انه الشخص يصاب بالسرطانات، وعبء على الدوله هذه التكاليف الموجوده فيها. حتى زراعه البقوليات سبحان الله تضفي على التربه جميع العناصر المعادن المهمه. نحن للاسف صحيح عم ناكل خضروات، لكن خضرواتنا فقيره بالمعادن، فقيره بالفيتامينات. ليش؟ ان التربه فقيره، اللي عم تطلع منها هذه النبته فهي فقيره، فبالتالي الخضروات والفواكه حتكون فقيره. فلما بتاكل بقوليات انت او بتتم زراعه هذه البقوليات عم يصير الغنيه التربه بالفيتامينات والمعادن، وبالتالي بنخفف من الاصابه بالسرطانات للاسف المنتشره. فوائد عديدة ومتنوعه عليه. صحيح دكتورة، يعني نتمنى انه تكون اليوم المعلومات الكل استفاد منها في يومها العالمي للبقوليات. واحنا في اليمن تعرفي كالكثير من البلدان الحاله الاقتصاديه للاسف بسبب الحرب، يعني تنتج انه الناس ما يقدروش يشتروا مثلا دجاج او سمك او لحم، فنلقى الاستهلاك البقوليات حتى في كباب العدس، في كباب الحمص. يا سلام. تمام نلقى يوم نتكلم عليهم ان شاء الله. وبعدين البقوليات على قول المصريين لقمه هنيه تكفي 100 هي لزقة بتكفي 100. صحيح الدكتورة فاتنة بقبع، نورتينا وكنتي ختم حلقتنا اليوم من ديوان. الله يعطيكم العافية. شكرا لك.